كتير. النهارده الحكم يا فهمي، يا رب تطلع براءة. شكرا سعيد. يا استاذ فهمي لو سمحت قول لنا انت ازاي تخشيت تخشيت وترعرعت فين يعني؟ خلينا نكلم الجماعه بتوعي. انا عجالك. محكاك عندي كلام عايز اقوله يا بيه. وما قلتوش قبل كده ليه؟ معلش يا بيه اديني فرصة. طب قول يا فهمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات القضاة والسادة المستشارين، انظروا الى هذا الماسلو امامكم، البريء براءة الاطفال من دم يعقوب. من دم مين؟ من دم يعقوب. من دم يعقوب يا بيه. يعقوب ابن صنوع. فين الكلام اللي عاوز تقوله؟ قوله خلصني. ما إننا أيها القضاة مظلومين من سرقة شركة الكهرباء، وإنني إذ أدافع عن زملائي فإنني أطلب من سيادتكم براءة هذا المتهم من تهمة السرقة. عندك حاجة تانية تضيفها؟ نعم، ليس عندنا حاجة نقولها. والله على ما نقول شهيد. سكوت، اللي مش هيسكت هطلعه بره. سكوت. باسم الشعب حكمت المحكمة حضوريا في الجناية رقم 2966 81 جنايات عبدين بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات على كل من فهمي سويلم ونصر عبد البديع. رفعت الجلسة. حرام حرام، جوزي مظلوم، جوزي مظلوم. خلي بالك من نفسك يا زينب، خد بالك من أمك يا سعيد. مين هيحميني من بعدك يا فهمي؟ مين هيحميني من بعدك يا فهمي؟ اسمع بس، تعالى أقول لك. سبع سنين كويس، ده احنا نستاهل 20 سنة. قولوا لي قولوا لي عند البتاع الساعة 5 ها؟ الفلوس فين؟ قول. أهلا يا رند. أهلا. صباح الخير يا طنط. صباح القشطة والمرنور. أهلا. خشي يا حبيبتي خشي. مجدي مجدي. أيوة يا ماما. تعالى صبح على بنت خالتك جت. ها؟ أعمل لك شاي؟ مقدرش أقعد ولا 3 ثواني حتى. يا الدنيا شقلب حالها ولا إيه؟ حد يقول ان حمدي جوز اختي يرمي بنته لواحد حمار ما بيفهمش عشان يشغله عنده بكام جنيه؟ عم حمدي معذور يا ماما، معاشه ما كانش مكفيه عشان يربي ولاده، وبعدين حب يخلي ليلى تعيش عيشه كويسه. هي دي عيشه اللي انا عايشاها؟ انام على نكد واقوم على قرف؟ الهي يا رشيدي يا جوز بنت اختي تنام نومه ما تقومش منها يا رب. ما تدعيش عليها يا ماما، وبعدين ليلى بنت كلب وده احنا بنشوف بعض باستمرار. عقلي بيقول لي بقى اكلم سمير اخوك في القسم يسلط المخبرين بتوعه ويضربوها علقه ما يقومش منها. يا ريت يا طن. يعني يا ست ماما عشان مليك ابن مأمور قسم عايزه يقبض على الناس ويضربهم من غير تهمه؟ ده هو لوحده تهمه يا ابني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع يا اسف عليا، ما هو كله منك. بتشم ايه في المحكمه؟ ايه اللي بتشميه؟ بتشم ايه في الراجل دي وتقولي لي بتشم اخبار؟ هي تتشم الاخبار؟ وبعدين الهوجه والكاتيجوري اللي انت عملتيه، كنت هتموتي وتموتي نفسك وتموتيني. الهي موتي. ايه؟ الهي موتي من الجاجاهون اللي عملتيه. ايه جاجاهون دي؟ جاجاهون مش عارفاه. بس 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 بس، لما تبقى تحمض الفيلم هتبقى تعرف ان انا فلتة في هذا الزمن، وان انا مفلسعة وان انا عويصة. مش قولي انا. طب اقول لك اسمع كلامي بقى، اسمع كلامي وما تدخليش استاذ مجدي الا لما محمد الفيلم تشوف فيه ايه. يا ابني انا عارفه انا بعمل ايه كويس. انت مش عارفه انت بتعملي ايه، انت عارفه كويس مكانك فين. ايه فين يا عقول؟ هتقولي فين؟ بعدين اقول لك. اتفضلي اتفضلي، ده انا خلاص معاكي يا ساتر. اوه اوه اللي جرالي. اوه اسكتي. حقيقي اللي سماها مهنه البحث عن المتاعب ده ما كذبش. ها سبعايا ولا قطايا؟ قطايا ايه بس مازيل؟ اسدايا وحياتك.
ديناصورايا خد ضعايا. ايه الشاب بتاعك ماله؟ فيه ايه؟ ما اشتري غير والله. اسمع تليفون اطلبي لي تحت، قولي لهم يحجزوا لي الصفحه الاولى وحته تمن كده من الصفحه الثانيه بحالهم. اه يا ريت حتى يكفوا. والمانشيت بقى بالاحمر الكبير كده: نجلاء فتحي عبد الباسط الجعر تحصل على اعتراف مجرمين سرقه شركه النور والكهرباء دون ان يحسوا كده بصوت عالي. الطلب ده بقى يا انسه يطلب من الاستاذ مجدي. استاذ مجدي؟ مجدي ده ديكتاتور، مجدي ده رجل طاغيه ورجل مسيطر، والصحافه مش ممكن ابدا الواحد يكون مسيطر وطاغيه، لازم يبقى فيها مرونه. اقعدي طولتي عليا وانا بتكلم، رقبتي شنقه. ولقد وانا واثقه، انا واثقه إن, ان 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 هذا المجهود المضني اللي انا بذلته في المحكمه وهذا الهرس اللي انا اتهرسته في هناك تحت البتاع، فانا عارفه ان سيادتك هتقدر هذا المجهود وهتديني علاوه. علاوه على ايه؟ علاوه على ذلك. يظهر ان نجلاء يا فندم النهارده عامله شغل كويس وعلشان كده طالبه الصفحه الاولى. الصفحه الاولى؟ ايه الافتراء ده؟ طب يلا بينا نستعرضها سوا. المحكمة هفت الاثنين بتوع شركة الكهرباء 7 سنين سجن بس. حلوين يا بيه؟ حلوين ده ايه يا انسه؟ انا لو كان بايدي زي ما بتقولي كنت هف الناس اللي من العينة دي اعدام. اللي بيسرق اموال الشعب او بيتهاون فيها لازم القضاء يعتبرها خيانة عظمى، زي بالظبط الجندي اللي في الميدان اللي بيبيع بندقيته او دبابته ويعرض بلده للخطر والضياع. انا بستغرب 7 سنين لناس اختلسوا ربع مليون جنيه. بس حلوين يا بيه. اه عندك حق يا فندم. بس يعني يا فندم اكمني، دي اول سابقه فيعتبر هذا اقصى العقوبه في الحراميه اللي من النوع ده. القضاء والقانون ما يجبش يديهم فرصه لعمل سابقه تانيه. هي سابقه واحده يروح فيها الواحد في 60 داهيه ويخلص المجتمع منه ومن شروره. الاهم من كده يا فندم ان نجلاء عرفت الناس دول مخبيين الفلوس فين. صحيح يا نجلاء؟ ابدا والنبي. انت مش لسه من شويه قايله لي ان هم اعترفوا لك؟ انا هتقولت حاجه خالص. انا المهم كتبت حاجه في الموضوع ده؟ لا ما انا هكتب دلوقتي يا بيه. لسه هتقعدي تكتبي؟ ما هو كله متحوش هنا. الله، انا خايف يكون هنا مفيش حاجه وتضيع فرصه عمرك وتضيع على الجريده قضيه من اهم قضايا النهارده. هو يوسف ما جاش؟ ادخل. اهلا اهلا. انا نجلاء. اهلا هنسه نجلاء. الفيلم فيلم انسه نجلاء اللي كانت مستعجله عليه قوي. شفت يا فندم؟ عشان قايله لك وريني. انت عارفه كويس مكانك فين؟ ايه مكاني فين يا فندم؟ بعدين هقول لك بقى. ايوه. الفيلم ابيض ابيض، مفيش خام. ابيض؟ ابيض. ده انا اللي نهاري اسود. ولد صبي مكواجي، صبي علمه، صبي مطبعي من عندنا من تحت. كان معدي من قدام المحكمة لقط الصورتين دول. اتفضل فلسعك. يعني لا صحفي ولا جامعة أمريكية ولا قلب الدماغ على الفاضي. ايه يا فندم، بس برضه جت من زميل يعني. زميل صبي مطبعي. ده؟ يوسف. خد الأنسة وخليها تكتب الكلمتين اللي ربنا هيفتح عليها بيهم وعيد صياغتهم بسرعة. شكرا قوي يا فندم، الله يخليك. بس يا ريت المانشيت بقى يبقى 2. نجلاء. اتفضلي. نعم. مش فاضي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ايوه مفهوم طبعا. وانت عارفه كويس مكانك فين. يلا يا يوسف. حاضر. بعدين حاول. اتفضلي اتفضلي، هريحك. اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة. طب اتفضلي انت يا احسان. وحشتني، قلت اكلمك اسمع صوتك. قوليلي، ماما جنبك؟ لا انا بتكلم من بيتي، خفت اتاخر عندكم يرجع من البلد يقلبها غم زياده. ما هي غم. تلاقيكي ما قدرتيش على بعض، انا خرجت من هنا وانت جاري ورايا. اهي دي بقى دمك تقيل وغلاوتك. وغلاوتك عندي يا مجدي ما بقدر ابص في وشه ولا اسمع صوته، واتمنى العمى ولا اشوفوش بعد كده ابدا. ازيك يا مساعد؟ حطوا البلاوي دي جوه وقولوا له حط كتابكم. طب هقفل السكه دلوقتي وبعدين نتكلم، اصله وصل.
لا يا سيدي، النمره غلط. هنا مش جنينه الحيوانات، هنا الخنكه. مين اللي كان بيتكلم دي؟ واحد بيسال على الحيوانات وجنينه الحيوانات. الله، صح. يعني ملقاش الا بيتنا ويسال على الحيوانات. بصراحه بقيت محتاره اقول له النمره صح والله غلط. صح، ما هي الحيوانات انا جايبها اهي. جايب لك فرختين امريكاني من بتوع روسيا. ايه؟ ومعاهم باسبورت. اديني قطه. عسل عسل. لسه صاحي؟ مات. فكرك راح لغايه فين؟ مالك؟ مالك يا سعيد؟ نور مولع يا بابا. معلش يا حبيبي، ده انا قلبي اللي مولع مش قادر. خد يا سعيد، خد يا حبيبي ده وانت هتخف على طول. اتنين؟ لا واحدة بس يا حبيبي، واحدة. يلا شاطر. ما تهدى بالله يا فهمي، اهو سعيد نعس. ارتاح انت بقى. ارتاح؟ ارتاح ازاي وانا شايف ابني بيموت قدام عليا؟ بعد الشر عليه. من هنا للصبح باذن الله حيكون في احسن صحه. وكلام الدكتور والعمليه اللي محتاجها مش لازم نعملها له؟ ربنا كريم وكل عقده ولها حلال. حاولت الاقي لها حل ما لقيتش. الراجل اديني صاحب البيت اقول له سلفني 200 جنيه يقول لي ما اقدرش. اما تدفع اللي عليك ابقى اخوك جديد. علي البقال صاحبي وحبيبي اقول له سلفني 200 جنيه يقول لي منين؟ عليا كمبيالات ما اقدرش ادفعها. فتحي اخويا ابن امي وابويا شايف الفلوس في ايديه يقول لي ما اقدرش، دي فلوس حماتي ما اقدرش اتصرف فيها. فتحي ما يقدرش يتصرف في فلوس حماته. وسعيد ابني بيموت قدامي. ما تزعلش نفسك، خد بيعديه واهو الدهب غلي اليومين دول وتجيب لها اكتر من 200 جنيه. انا ما اشتريتش الشبكه عشان الزنقات اللي زي دي شبكه فرحنا يا زينب. النهارده بعنا الشبكه، لو اتزنقنا تاني هنبيع ايه؟ اعمل ايه؟ اسرق ولا اسرق؟ لا ما تسرقش، شغل مخك يا فهمي، شغل مخك وانت ترتاح. يعني ايه؟ اشتغل شغلانه بعد الدور زيكم ما اعرفش. فهمي انت بتشتغل ايه؟ رئيس غزلة شركة الكهرباء. حلو. وناصر؟ صبي قصدي المساعد بتاعي، وبالليل بيشتغل طبال سكة عندكم. كويس. وكمال؟ بيشتغل في الأمن في الشركة عندنا، وبالليل بيشتغل برضه مطرب سكة عندكم. ما فيش مشكلة. استنى يا انت، انا هقسمها له. احنا ايه؟ نقتبس جزء من الفلوس من الخزنة؟ لا لا لا، نختلس يعني؟ لا 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 لا، ماذا هنقتبس؟ ما كل العالم بيقتبس. الله، احنا هنقتبس شوية من الفلوس ولما ربنا يفرجها هنبقى نحطهم تاني. لا يا نصر، لا خطر قوي. خطر. شوف حتة تاني. طب اسمع، احنا بقى ايه؟ نكسر الخزنه وناخد كل الفلوس اللي فيها ونيجي الصبح نبلغ عن الخزنه ان هي اتكسرت. نبلغ عن نفسنا؟ ما تفهم يا ايف، الصبح تبلغوا وتقولوا ان احنا جينا من بيتنا لقينا باب الخزنه مكسور. يا سلطان يا اخو. شفت بقى؟ اهو كمال اللي اسمه كمال فهمها وانت لا. وكده يبقى الحادث طبيعي وانتوا بعيد عن الشبر. صح. قلت ايه يا فهم؟ افكر. عم تفكر ايه؟ ده انت غلبان عندك عيال، اتكل على الله صحتك. زعلان على 7 سنين ولا ياما؟ احنا بكره نستأنف وناخد براءة وناخد الفلوس ونطلع لما يجي نفسنا، نبقى ولا ونسيس يا جدع. اقعد في مطرح. امال انا اعمل ايه؟ انا بعيد عن زيزي وعيون زيزي. عين يا زيزي. انا زيزي اختك الكبيره وبحبك يا اختي امي حبيبه ربنا يديك. البسي فستان وتعالي نقعد مع الناس بره. انا مستحيه ومكسوف. من ايه يا بت؟ من الغرب الرجال اللي موجودين بره. رجاله؟ هما دول رجاله؟ دول ضيوف. امي يا بت سيبيها، انت عايزه تميلي دماغها، ده لسه ساذجه جامد البلد. جايه من سان جيلف.
تسمح تاخد الطبلة وتروح تدندن وتمشي من وشي. اتفضل يا استاذ. اوعي تسمعي كلام. قومي. مش عايزه تقومي؟ ان شاء الله عنك ما قمتي. صاحب أمل في الحب يا وكان، أنا كنت صاحب أمل اللي خطوته مزيكا، صبرت صبر الجمل علي وسطها سكة. ارسم على عينيكي اطول نجوم السماء، اطول نجوم السماء، لا صعب عليكي ولا صعب عليكي. لو النبي يا عبد، لو النبي يا عبد، لو النبي، لو النبي، لو النبي يا عبد. لو تعرف النار القايده اللي في قلب عزيزي. من ايه يا روحي؟ من الجدع اللي اسمه عبد المنعم ده، نفسي اقتله واخلص منه. وتحرمني من فلوسه؟ الله بغير عليك يا عزيزي، عايز اتجوزك. خلاص خليك راجل البيت وفض جيبك واصرف على البيت. منين يا حسن؟ ما انت عارفه البير وغطار 80 من الشغل و60 من الكبريت وبتاخدهم دايركشن على طول. نعم يا اخويا، يعني ستان بتاعك ده لو سمع كلامك وكلام كمان كان خلص الموضوع، كان زمان حبيب القلب الاوحد. الاوحد؟ الاوحد يا خليها الاوحد. اضحك اضحك يا جدع، فكها. دول ربع مليون جنيه يابا، ربع مليون جنيه. فهمي، مش هتقول لي انت عينهم فين بقى؟ عايز تعرف ليه؟ عشان شريكك. نام 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 دلوقتي.
اسمع فهمي، مش من حقك تخلي السر ده معاك لوحدك. نام نام يا نصر. 15 دلوقتي وانت مش عايز تقول لي مخبيهم فين؟ مش لازم اقول لك. ليه بس يا فهمي؟ ده انا اخوك وشريكك. اقول لك عشان تخرب لسانك لزيزي وكمال. هو ننسى يوم النيابه؟ الانكار مش هيفيدكم، لانه من الواضح ان لكم يد في ضياع المبلغ الكبير ده. يعني الاحسن انكم تعترفوا. مصمومين يا سعاده البيه، اللي سرق الفلوس هو اللي كسر الخزنه، واحنا ما نعرفش نكسر خزن. انظروا الى هذا الوجه البريء الذي راح ضحيه المجتمع. بريء يا بيه. الخزنه مفتاحها مع مين؟ مع هو بيه ده. معانا يا بيه. يعني ما حدش بيقرب لها غيرك. هو كمان يا بيه. لا لا لا، لما اكون بجرد بعد بنقفل سوا سعاده البيه. الواضح يا فهمي ان الكسر الموجود بالخزنه مكسور بغشم. صح يا بيه، بغشم. مش ممكن واحد محترف كسر خزن يكسره بالطريقه دي. صح يا بيه، يعني اللي كسر الخزنه جديد في الصنعه. تمام، لسه جديد في الصنعه. يعني ما سبقلوش كسر خزن. متشكر. العفو يا فندم. لسه برضه مش عاوزين تعترفوا؟ تقرير المعمل الجنائي بيقول ان الخزنه ما عليهاش اي بصمات غير بصماتك وبصماتك. يعني ما حدش قرب للخزنه نهائيا غيركم. والنيابه بتتهمكم بالاستيلاء على اموال عامه. النيابه؟ انا ما عنديش بصمات. وبعدين انا، احنا ما كانش قصدنا نسرق. اسكت. ايوه يعني احنا كنا بنستلف من الخزنه. اسكت اسكت. اللي كانوا بيسرقوا. اسكت اسكت. جم من الخزنه. اسكت اسكت. كلم انت. اسكت 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 يا نصر اسكت. كان يوم ازرق يوم ما سمعت كلامك انت والجبان كمال والعربه اللي اسمها زيزي دي. زيزي مش عربه بقى، ما تخلينيش ازعل منك. بعد رميتك ديك لسه بتحبها؟ بحبها يا اخي، ده حته من كبد روحي وقلبي وعقلي حياتي. مش عايز تقول لي بقى مخبي الفلوس فين؟ اريحك اقول لك؟ قول لي اريحني. في ال انت أيوة. عارف ال ايوه عارف. طب ما دام انت عارف بتسال ليه؟ لا بس فهمني بس. افهمك ايه؟ قول لي شايلهم فين؟ الله، انت ناسي ان كمال ده شريكنا ومن حقه يعرف انت شايل الفلوس فين؟ اقول لك عشان تقول له ويحكم هم العكمه وانت لنا مرميين في السجن في يومك اللي مش فايد ده. اخذ الدواء عشان نلعب شويه. من يوم ما جيت هنا والواحد مش عارف ياخد راحته في زنزانته. زنزانته كانت زنزانه ابوك؟ الزنزانه ديت زنزانتنا احنا كلنا. اقعد يلا بالطويل يلا اقعد. لا هذا ليه ده هذا بقى؟ لا ده كان عايزك تعمل ده. لا ايه ده؟ ايه ده؟ الحق راس ايه ده؟ ايه ده ابن مين ده؟ ده ابن مين يا ابني؟ عايز ايه ده؟ ايه؟ نفرين على نص راجل ده؟ دي خد. عارف لو حد فيكم فتح بقه هنطلع عيله، خصوصا انت. هلا ولا ايه؟ ده واخد 25 سنه سجن كبير. لا بس انت جامد. لا انا اسلك قوي في المسائل المجدعه اللي فين 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 الكازيله تشوف المجدعه والجدعانه. يا ريتها كانت لوحدها هنا. اديك انت اتسجنت، سالت فيك عبرتك. هتسال هتسال فاهمك بس مشغوله. هي بتفضل بتخلص رقص من هنا تروح ترقص مع الناس يعني. امال ايه؟ الله عندها مشاغل، مشاغل كتير حيويه. حيويه؟ الواد احمد حيويه عمل حاجات.
دور الستة متر. انت يا ابني مش مهنيني على حاجة؟ احنا اخوات عزيز وحاجتنا واحد. ما تجيش تاخد الفستان اللي عليا. لا اخد 100 جنيه والصبح خديهم 130. شوف يا اخوي انا اتهريت من كتر السلف وكفايه عليا اليتامى اللي انا بصرف عليهم. خلاص اعتبريني واحد منهم عشان تخش فينا الجنه. متهيألي ان ما خفتش عني هخش فيك السجن. ما بلاش السيره دي، مصدقني انا عيالي تهف الحكم وانتهينا. طول ما وراك القمار والمنظره اللي انت عاملها لي دي، لا ربنا هينصفك ولا هتسدد لي اللي عليك. لو ابو الهول اتكلم وقال الفلوس مخبيها فين، هرد لك بدل 100,000. انت اهبل ولا شكلك كده؟ معقول فهم يقول لكم خبي الفلوس فين عشان تروحوا تلطشوها ويطلع هو بلا موتي؟ ليه يعني؟ وانا ما عنديش ضمير. لا العفو، ده انت المفروض يلفوك تقبيتك. انت ناسي انك كنت غفير الهبابه دي؟ غفير ايه؟ ده انا كنت راجل ام مش غفير. ايدك بس على المياه. طيب والله حدها لك بس وشرفي. عارف عارف، عود الكبريت اللي ما بيولعش غير مره واحده. بشرفي ان الفلوس دي ما رجعت لا سلمك بايدي للبوليس واخد عليهم وصل يا جميل. طب بشرفك، عارفه شرفك يعني ايه؟ بكره الصبح اعرف الفلوس فيها مش هيلها فيها. صباح الفل يا جميل. صباح الياسمين. انت مين؟ انا كمال صاحب بابا. اتفضل. زي حمام ونص. ايوه تمام. اصل الناس تجندش ليه؟ يا صباح الزفت. اهلا يا سي كمال. اهلا، شرفتنا. يزيد فضلك يا ست زينب. خد يا واد، خد دخل دول ودخل لسانك جوه بقك. شرفتني يا قلق. اتفضل يا اخويا اتفضل. انست وشرفت، والنبي ما حد سائل فينا من يوم ما فهمي اتحبس الا انت. اجي يا ماما كولا ولا بسنتينا؟ لا يا حبيبي دي تفاح. طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ فاكهه، كلها وانت ساكت. اكل دي وانا اصور جنبها زي ما تحب واخرس بقى. تشرب شاي ولا قهوه يا سي كمال؟ خدي دول. هات يا اخويا كتر خيرك. ما قلتش تشرب شاي ولا قهوه؟ مفيش داعي، هما كلمتين وربنا يعمل اللي فيه الخير. خير يا اخويا قول. طبعا انت عارفه ان فهمي غالي علينا قوي. عارفه يا اخويا. المحامي قال النهارده ان ممكن نعمل تظلم ونصر وفهمي يطلعوا براءه، فجيت لك على طول. والنبي يا سي كمال. قلت اجي حمامه اقابلك على طول ونتصرف. نتصرف ازاي؟ قولوا النبي الهي يسترك ويعمر بيتك. هم قرشين صغيرين ويتحل بيهم موضوعنا. وماله، الفلوس موجوده وخير ربنا كتير. فرجت، هاتي 500 جنيه نديهم للمحامي والباقي بعدين. 500 جنيه؟ كنت فاكراهم 30 ولا 40، قلت ممكن استقضاهم من هنا ولا من هنا، لكن 500 جنيه دي فرصه ما تضيعهاش من ايدينا. منين يا سي كمال بس؟ منين؟ ما انت عارف. كان المفروض الفلوس اللي خدها كان ساب لك منهم قرشين للظروف اللي زي دي، ولا كان قال لك هو شايلهم فين؟ كنا اتصرفنا. انت تصدق يا سي كمال انه فهم يعمل كده ويمد ايده للحرام؟ ده يموت من الجوع ولا يمدش ايده على حاجه حد. الكلام كلام يا ست زينب. اذا كان عندك فلوس ولا قال لك شايلهم فين، ما تضيعيش الفرصه مننا. وحياه ابني اللي بترجاه من الدنيا ما اعرف حاجه من اللي بتقول عليه ده. انا ست وهسيبك تفكري، دي فرصه. ادي الله، دي حكمته. حتى الباب اللي قلنا ربنا فتحه لنا طلع مقفول بالدبه والمفتاح. على العموم فوتك بعافيه، وهبتصل بيكي تاني بالتليفون. دول 500 جنيه يا سي كمال مش لعبه. طيب سلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. مع الف سلامه.